أبدأ معك سيد جهاد حرب من رام الله. الآن لدينا في إسرائيل حكومة حرب، حكومة طوارئ مصغرة، ولدينا أيضا دعم أمريكي وغربي غير متواصل، وتابعنا بالطبع هذه الزيارة لأنتوني بلينكين. ما الذي يخططون له الآن في هذه اللحظات سيد جهاد؟ من الواضح أن الدعم الغربي الواسع الذي حظي به نتنياهو أو حكومة الحرب الإسرائيلية الجديدة هو استمرار قصف قطاع غزة، وأيضا محاولة لتغيير نظام الحكم في قطاع غزة من خلال إنهاء حركة حماس. هذا واضح من الإجراءات الجديدة التي يعمد إليها نتنياهو وأركان حكومته الجديدة أو أركان الحرب الذين انضموا إلى هذه الحكومة، بالإضافة إلى الدعم غير المتناهي من قبل الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى بعض الدول الغربية مثل ألمانيا. ومن الواضح أن الحرب البرية قادمة لا محالة، لكن حجم هذه الحرب البرية يفترض أن يكون واسعا مع الهدف الذي تم إعلانه بالأمس، وهو إنهاء حكم حماس وإنهاء سيطرتها وعدم قدرتها على العودة من جديد لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. الأمر الذي يشير بأن هناك ضحايا كثر، وأن عملية السيطرة هذه ستجني أو سيكون مقابلها الكثير من المعاناة.